عن الـ coefficient of skewness، الرول بتاعته 3 times المين minus الميديان على الـ standard deviation. لو مثلا الاكزامبل بيديك given ان المين بيساوي 30 والستاندرد ديفيشن بيساوي 33.03 والميديان بيساوي 30، تيجي تحسب وتعوض في القانون، لو طلع الكوفيشنت اوف سكيونس بيساوي 0 يبقى تعليقك ان الديستريبيوشن از سيمتريك. طيب تعالوا نفترض اكزامبل وحاله مختلفه، لو المين بتساوي 50 والميديان بيساوي 20 والستاندرد ديفيشن بيساوي 4، فهنلاقي انه قيمه الكوفيشنت اوف سكيونس 22.5 يعني positive. في الحالة دي بتقول ان هو distribution skewed to the right. يعني ايه skewed to the right؟ يعني has right long tail، long right tail زي الرسمة اللي قدامك. طيب الاكزامبل التالت، لو المين بتساوي 17 والميديان 20 والستاندرد ديفيشن بتساوي 3، يعني قيمة الكوفيشنت اوف سكيونت لو بتساوي نيجاتيف 3، في الحالة دي يبقى الديستريبيوشن طالما ان هو نيجاتيف واقل من الصفر هيكون skewed to the left وهاز long left tail زي الرسمة اللي قدامنا.